والله احنا بنقدم التعازي لاهالينا في تركيا وفي سوريا، وربنا يا رب يسلم الامور يا رب، وكل قلوبنا في ايام مفترجه، اللهم امين يا رب، آمين. ويرحم ان شاء الله موتاهم باذن الله، ويجعلهم يا رب شهداء، واللهم امين يا رب، والمصابين يا رب ربنا يشفي عنهم يا رب ويعافيهم في ايام المفترجه دي، ربنا يا رب يسلم يا رب، اللهم امين يا رب، وكل قلوبنا وكل ما يعني ربنا يا رب، يعني احنا والله فوجعنا بالامر دوت لما سمعناه، والحمد ربنا سبحان الله، قضاء ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يسلم يا رب، وكل قضاء ربنا يا رب، ربنا يسلم ان شاء الله. أمين يا رب العالمين. وحضرتك قبل ما تسيبينا، المبادرات التطوعية كيف رأيتيها؟ يعني النهاردة الناس بتتعاون بشكل غير مسبوق، طبعا كارثة إنسانية بتخلف خسائر بشرية وخسائر مادية وخسائر عقارية وغيرها من الخسائر، لكن يبقى الخسارة الأكبر في الإنسان. النهاردة فكرة التضامنية المجتمعية اللي شفناها في المجتمع السوري أو المجتمع التركي، إزاي يا فندم تابعتيها؟ لا ان شاء الله ربنا سبحانه، لا طبعا اكيد كل انسان لازم في حاجه زي دي، وبعدين اخواننا على بيبقى في يعني المسلمين لازم يبقوا في ظهر بعض، حاجه زي دي باذن الله كله باذن الله يكون، الناس تسال هتشوف مثلا ممكن الناس تتواصل ازاي او تتبرع ازاي، وباذن الله كل الناس احنا في ايام ربنا يعني الخير ليه يعني قدر كبير عند ربنا في الايام المفترجه دي في الاشهر دي باذن الله، فكل انسان باذن الله لربنا يعني الناس تسال وتشوف مثلا التواصل يكون ازاي او التبرعات تكون ازاي، لا ده احنا الاسلام لازم يبقى كله في ظهر بعضه، مفيش حد يقدر يقف عن حاجه زي دي. نعم.